احنا وقفنا هنا، هنكمل يا شباب ان شاء الله. احنا قلنا عندنا الثلاث علامات اللي هم عندنا في اللغه الفرنسيه، دي العلامات اللي بتشبه العلامات اللي في اللغه العربيه، اللي هي علامه اللي هو اللي هي اسمها الايه، اللي هي كلمه العلامات عندنا في اللغه العربيه معناها كده. وبرضه انا مش عاوز افرض نطقي عليكم، عايزكم انتوا تنطقوا لوحدكم كده، ماشي معايا واحده واحده. احنا اتفقنا ان الحرف الاخير لا ينطق، فبالتالي نطق الحرف الاخير ده معدوم. اخر حرف هيظهر نطقه من بقي الحرف اللي قبل الاخير اللي هو التي مش الاس. طيب الحرفين دول نطقهم ايه؟ نطقهم مجموعه انفيه بيطلعوا من مناخيري من الانف، فبقول ايه؟ اه. فلو حبيت انطق الاربع حروف دول نطقهم هيبقى اون اون مش اونتس. اخر حرف لا ينطق، تمام. طب اخر حرف بيظهر نطقه من بقي اللي قبل الاخير، طب الحرفين دول ايه؟ مجموعه انفيه، فهقول اون. الحرف ده نطقه سين ولا كاف؟ ابص اشوف الحرف اللي وراه، لقيته من الثلاثه يبقى يتنطق سين، يبقى هقول ايه؟ صون. طب الحرف ده اللي قبليه على طول هيتنطق سين ولا كاف؟ هيتنطق كي او كاف. ليه؟ لان الحرف اللي وراه مش من الثلاثه، فهقول ايه؟ صون. طب الحرف ده لوحده نطقه كأنين المريض التعبان بيقول ايه؟ اه. فهنطق واقول اك صونت اك صونت. هي دي كلمه الاكسونات اللي احنا بنسمعها من الناس ومش عارف يعني ايه، او حتى لو عارف اكسونت يعني ايه. كلمه اكسونت يعني علامات اللغه الفرنسيه. مين العلامات اللي هم الثلاثه دول؟ ادي واحد اي، ادي اثنين اي، ادي ثلاثه انطق معايا. ادي الكسره فهقول اي، ادي الفتحه وهقول اي، انطق الثلاثه وهقول اي ليه ولا اليفو؟ لا، الحرف الاخير لا ينطق. طب لما اجي ادغم الكلمتين ببعضها هقول ايه؟ سوي، الاقي متحرك ادغم يلا سويزي ليف جو سويزي ليف. شايف نطق الجمله سهل خالص. يبقى احنا قسمنا دلوقتي النطق يا شباب لثلاث اشكال، لثلاث اقسام. النطق الاولاني اللي هو شكل الحرف، تمام. رقم اثنين مقاطع لنطق الكلمة. رقم ثلاثة دمج الكلمات لنطق الجمل. أنا مش عاوز أتقل عليكم، وفي نفس الوقت مش عاوزكم تهملوا اللي هتاخدوه. اللي بتاخدوه ده حاجات بسيطة ولكنها هتساعدكم في عمايل حاجات كبيرة قوي. شايفين؟ أنطق حرف بس، وبعدين أنطق الكلمة، وبعدين أنطق الجملة على بعضها، كأنك يعني نطق الجملة منك يطلع منك كده كأنك بتنطق كلمة واحدة. أنت لو فاهم النطق بيطلع منين يودي على فين، أي حد هينطق قدامك هتفهمه. مهما كان جو سويت غي كونتو دو تري سات لات بوخسي غيزون. اه، شايفين الجمله عامله ازاي؟ سهله جدا، بس انت لو فاهم بقى تذاكر ورايا كده المقاطع اللي انا قلت عليها، الجمله اللي انا قطعتها من شويه دي هتعرف تفسرها. مش هتحس بمشقه في الجمل، مش هتحس بمشقه في شرح اي حد، اسمع اي حد هتفهم. مين اللي بيسمع كويس؟ اللي بينطق كويس. طب مين اللي بينطق كويس؟ اللي فاهم كويس. اوعوا تعتمدوا على ان اللغه يا شباب حفظ، باذن الله هعودكم على اللغه انها فهم مش حفظ. وطبعا مفيش اكتر من النطق، عمرنا ما هنعرف ان النطق ده فيه فهم. النطق ده ايه؟ اكرر انطق وتتكرر ورايا؟ لا، دي حاجه وخلاص كده راحت لحالها. نكمل. احنا كده قلنا عندنا العلامه دي نطقها ايه، والعلامه دي نطقها ايه، والعلامه دي نطقها ايه. طيب وقلنا برضو ان في عندنا علامه بتيجي على حرف واحد اللي هو الحرف ده اللي هو الحرف الاس الصغير، وبتنطق ايه؟ بتخلي الحرف طبعا يتنطق سين او كاف، بس اسمها ايه؟ اسمها سي داي. سي ايه؟
سيدي اي، معنى ذلك ان الاربع حروف اللي في الاخر دول نطقهم ايه؟ اي. يبقى ده مقطع من المقاطع اللي هنضيفها اي. اوزن معايا الكلام، بالتالي لما اجي انطق كلمه بنت هنطق وهقول ايه؟ سدي في. ولما اجي انطق كلمه مدينه هنطق وهقول ايه؟ ايوه مظبوط في. وهكذا نكرر بقى يا شطار. انا هكتفي معاكم النهارده بجزء النطق دوت، المحاضره الجايه ان شاء الله هنكمل جزء للنطق اذا ما كناش هنخلصه كله. هنبدا النهارده بجزء الجرامر كده بسيط، وركزوا معايا كويس. الاول هناخد حاجه اسمها لي جونر. لي جونر دول افغاس اللي هي ايه؟ انواع الجمل. انواع الجمل. الجمل عندنا في اللغه الفرنسيه رقم واحد، جمله بتتكون من حاجه اسمها سوجي زائد فيرب زائد حاجه اسمها كوم بليمون. نقطة. الجملة رقم اثنين هتتكون من حاجة اسمها فيرب زائد كومبليمون. رقم ثلاثة سوجي زائد فيرب زائد كومبليمون. من الجملة الأولى فيها ثلاث عناصر، ثلاث عناصر كده بالترتيب. سوجي يعني فاعل، فيرب يعني فعل، كومبليمون يعني تكملة أو مفعول. الجملة رقم ثلاثة لو بصينا لعلامة الاستفهام وأنا مغمض كده هقول عليها جملة إيه؟ جملة استفهامية. طب الجملة رقم واحد أقول عليها جملة إيه؟ أقول عليها جملة خبرية أو عادية. طب الجملة رقم اثنين، الجملة اللي ما فيش فيها فاعل، دي هسميها جملة إيه؟ جملة أمرية. يبقى إحنا عندنا يا شطار ثلاث أنواع من الجمل، بعرف الجملة من النهاية بتاعتها. نهاية الجملة رقم ثلاثة علامة استفهام، فهسميها جملة استفهامية. الله، ده ما فيش فيها ذات سؤال، يعني ما فيش فيها متى وكيف وماذا ولماذا. ايوه عادي، ما في جمل استفهاميه ما فيش فيها ذات سؤال، عادي خالص. وطبعا لما نيجي لكل نوع من انواع الجمل افهمكم الكلام ده كويس قوي. الجمله رقم اثنين، الجمله رقم واحد فيها نفس الثلاث عناصر بس في اخرها نقطه. النقطه دي بتعني ان الجمله دي جمله ايه؟ الجمله دي جمله خبريه، اللي انا عاوزكم تسموها اسم كمان، اللي هي جمله عاديه. طب الجمله رقم اثنين اللي هي بتبدا بفيرب بدون سوجي، بتبدا بفعل بدون فاعل، فعنصرين اثنين فعل ومفعول، دي اللي هي الجمله الايه؟ الجمله الامريه. سيبكم خالص من الجمله الامريه والجمله الاستفهاميه، تعال ناخد ونبدا على بركه الله في الجمله الخبريه اللي انا سميتها دلوقتي جمله عاديه، اللي هي بتتكون من ثلاث عناصر، بتتكون من العنصر الاولاني اسمه سوجي زائد فيرب زائد حاجه اسمها كومبليمون. سيبك من كومبليمون، سيبك من فيرب، خليك معايا في السوجي. انت بس معايا كده الاول، سوجي. طبعا انتوا فاكرين المقاطع اللي قلت لك عليها او ار واو اس واو زد واو تي، دول يا شباب لو اي حرف من دول جه في اخر الكلمه بتنطق ايه؟ بتنطق ايه بالانجليزي؟ ولذلك لما اجي انطق الحرفين دول اقول عليهم ايه؟ ايه. طب معاهم ده جي تو جي سو جي، ما بجيبش حاجه من عندي، كله احنا اخذناه واخذنا القواعد بتاعت نطقه. سو جي اللي هو الفاعل بتاعنا في اللغه الفرنسيه بينقسم الى حاجه من الاثنين. الفاعل بتاعنا في اللغه الفرنسيه بيكون حاجه من الاثنين، يا اما يا شطار بيكون حاجه اسمها بغو نو، يا اما بيكون حاجه اسمها نو. يعني نو يعني اسم، يعني يبغو نو يعني ضمير. نو ما قلتش نوم، ما نطقتش حرف الاخير. نو نو، انطق الام بس بشفايفك او بشفايفك، يعني ببقك كده
خلي شفايف، خلي شفايفك كده تيجي لبعضها بس، نو. اللي يشوفك يقول كأنك نطقتها، بس هو ما سمعش الميم، ما قلتش نوم، نوم. بضم بس كده، بضم شفايفي وخلاص. برو نو، او برو نو، او بخو نو. الضمير عندنا هيجي ورا الكلمه دي كده اللي هي سوجي، فعشان كده هنسميه برو نو سوجي، اللي هو ضمير فاعل. 9 انواع من الضمائر في اللغه الفرنسيه. برو نو سوجي رقم 1، يبقى اول نوع عندنا اللي هي ضمائر الفاعل، وهي عندنا يا شطار ضمير اسمه انا، انت، هو، هي. اجمع معايا انا جمعه نحن، انت جمعه انتم، هو جمعه هم، هي جمعها هن. معنى ذلك ان الضمائر عندنا نصين، نص ضمائر مفرد ونص جمع. المفرد هو الجمع. انا مين؟ انت. جو انت. تو هو اكسر. ال هي افتح. ال نحن. نوس لا، مش هنطق الحرف الاخير، فهقول نو. انت هم انتم. فوس لا، فو. طب هم. الس لا، مش هنطق الحرف الاخير، فهقول ال. هقول ال. الله، ال. يبقى نطق الجمع في شبه من نطق المفرد. ما انا لو نطقت دي ال ودي ال، يبقى نطق الجمع كنطق المفرد. عشان خاطر اميز النطق الجمع عن نطق المفرد، بقول ايه؟ هقول الجمع ده يا شباب اللي معاها اس، معاها اس. بس بدل ما هقول معها بالعربي هقولها بالفرنش. كده احنا دخلنا في حاجه اسمها حروف، حروف الجر. واول حاجه هناخدها في حروف الجر حاجه اسمها مع، عند، على، لكي، بواسطه، في، او الى. مع يعني افك، عند شيء، على سير، لكي بوغ، بواسطه باغ، في او الى. في عندنا ادي واحد، اون ادي اثنين، دون ادي ثلاثة. الثلاثة بمعنى فيه او الى، بس كل واحد ليه شكل وليه استخدام وليه مفهوم ومعنى في الجملة. هما الثلاثة معنى فيه او الى، بس التفجر. ارجع يلا معايا كده بسرعة، تعالى هنا. انا هنا من شوية بقول لك ايه ده نطق الا معاه اس، بدل ما هتقول معها بالعربي هتقولها بالفرنش، فهتقوم قايل ايه؟ بعد اذنك يا مسيو، ممكن تطلق الضمائر تاني؟ حاضر، هنطقهم تاني. قلنا هم، هم يعني ايه؟ ال افيك اس. جبت افيك منين؟ جبت افيك علشان خاطر اوضح للمستمع ان انا بقول اللي معاها اس، بس بدل ما ادخل في وسط الكلام اللي هو الفرنساوي كلمه بالعربي، شيل الكلمه العربي، حط مكانها كلمه فرنش، اللي حط مكانها معناها، وانت الافيك اس. هن يعني الافيك اس. ننطق الضمائر تاني. قلنا رقم 1 جو، تو، ال، ال، نو، فو، ال، افيك اس، ال، افيك اس. افيك دي يا شباب تنطق ولا تكتب، انت بتنطق عشان اللي بيسمعك يفهم ان انت بتتكلم عن الضمير الجامع. الضمائر اللي قدامنا دي اسمها ضمائر الفاعل. الضمائر اللي قدامنا دي يا شباب بنسميها الكلام. الكلام بيتمثل في ايه يا شطار؟ بيتمثل في ضمائر الفاعل. ما هي ضمائر الفعل دي؟ هي الكلام. الكلام عندنا في صيغة المتكلم، الكلام عندنا في صيغة المخاطب، الكلام عندنا في صيغة الغائب. كل دول كل دول. مين ضمير المتكلم المفرد؟ جو. مين ضمير المخاطب المفرد؟ تو. مين ضمير الغائب المفرد المذكر؟ ال. ضمير الغائب المفرد المؤنث؟ ال. ضمير المتكلم الجامع؟ نو. مخاطب جامع؟ فو. غائب جامع مذكر؟ فو، عفوا، الافيك اس. غائب جامع مؤنث؟ الافيك اس. كده احنا عندنا كم ضمير متكلم؟ 2، جو ونو.
كم ضمير مخاطب؟ اثنين تو وفو. كم ضمير غائب؟ أربعة، هو وهي إل وأل، وهم وهن إلافيك أس ألافيك أس. هو غائب قلنا أربعة. طب عندنا كم ضمير غائب مذكر؟ اثنين، هو وهم إل وإلافيك أس. عندنا كم ضمير غائب مؤنث؟ اثنين برضو، أل وألافيك أس. عندنا كم ضمير غائب مفرد؟ اثنين إل وأل. عندنا كم ضمير غائب جامع؟ اثنين إلافيك أس وألافيك أس. أول حاجة في الفعل عندنا اللي هي ضمائر الفاعل، ضمائر الفاعل عندنا مين؟ قلناه. وبعد كده شطار الاسم، وهنكتفي بهذا القدر. نرجو ان انتوا تكونوا استفدتوا، وارجو ان انتوا تكتبوا ورايا الحاجات اللي اخذتوها، خصوصا النطق يا شطار عشان تمشوا مرتاحين. بنطق لغه وبكتب صح، بنطق صح وبكتب صح، فانا كده راجل فاهم لغه. لو فيها اي حد عنده سؤال او استفسار اتفضل. Mm-hmm.